أنا محمد جوهر، مهندس معماري من اسكندرية، عمري 35 سنة. بدأت مشروع وصف اسكندرية لتوثيق التراث المعماري في المدينة. اسكندرية فيها مشكلة في التخطيط العمراني. بعد السبعينات بدأ الناس إن هم يهدوا مباني قديمة ويبنوا مكانها عمارات أعلى تستوعب كثافات أعلى، والمباني مش مجرد طوب وحيطان. المبنى اللي بتخسره بتاريخ محتوى فيه، بذكريات مرتبطة بالساكن. فالتأثير المباشر عليا كمواطن في اسكندرية ان انا حسيت ان انا بخسر مدينتي، ان انا ولادي بعد فترة لو جبت ولاد مش هحكي لهم عن مدينة مش موجودة دلوقتي. حطيت خطة ان اشتغل على المباني الموجودة في وسط البلد، وبقدمها في صورة حاجتين، كتاب وجورنال. بقدم التوثيق دوت من خلال رسومات وكويستشنير بعمله مع سكان المبنى. كل واحد بيحكي قصته مع المبنى ايه، فده بيبقى جزء من التاريخ بنقله من الواقع وبيتحط مع الورق. الهدف من اللي بعمله مش بس ان انا بوثق التراث وبحطه على ورق، اني برفع الوعي عند الناس من خلال الفن، وده اسرع واحسن طريقه انك ترفع الذوق العام وتربط المواطن بتاريخه وبمدينته. اللي هيحافظ على المبنى مش قوانين، لا، ان الناس هي نفسها اللي تهتم بالمبنى وتحاول تخليه موجود. اسكندريه مدينه جميله، وبقول كده مش عشان انا ساكن فيها، بس عشان هي فعلا جميله ومتنوعه. من اهم الاسباب اللي بتخليني اكمل واحب اكثر اللي بعمله ده، انك تشوف نتيجه ومردود للي انت عملته على الناس. المدينة والمباني زي البني آدمين، بتتولد وبتعيش وبتموت. الأهم مش المباني، لا، الأهم الناس اللي عايشة في المباني، ونرفع الوعي وعي المواطن بثقافة المدينة اللي هو عايش فيها، ونعلمه إن المدينة كده كده هتتغير، بس إزاي تتغير؟